واحد بيقول هل الروح ترى الله في يوم انتقالها؟ مش كل الأرواح على درجة واحدة، لكن إن رأت ترى الله في تجسده، يعني السيد المسيح، لأن الكتاب بيقول الله لم يره أحد قط، يعني في جوهر لاهوته لم يره أحد قط. واحد بيقول لماذا عندما ينتقل أحد الأشخاص الذين نعرفهم نظل نتخيله يكلمنا ويحدثنا، ونتخيل أننا نسمع صوته ويكلمنا، وقد يحدث ذلك فطول. إذا كان مجرد تخيل يبقى مش هقدر أجاوب على السؤال، أنت حر تتخيل زي ما أنت عايز، لكن هل هو بيكلمك بصحيح؟ ما أظنش. تخيل